مساحتنا التالية رح تكون ضمن عالم الموضة والجمال، وخصوصا صناعة الإكسسوارات. كتير من طلات الصبايا ما بتكمل بدون قطعة حلوة تزين إطلالة، وأكيد رح نغوص بهذا العالم ونتعرف على نماذج من الإكسسوارات أكيد مع مصممة الإكسسوارات أمورة ملاعب. ورح ننتقل عندك ليا، يسعد صباحك. اهلا وسهلا، صباح صباحك. الخير مدام، اهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم معنا مجموعه من الاكسسوارات يلي رح نتعرف عليها، ورح تشتغل لنا المدام مورا ايضا بعض الاكسسوارات. بالبدايه عم نشوف شغلات منوعه كبيره صغيره. خلينا نحكي عن اهميه الاكسسوارات اليوم بحياه الصبايا، بحياه السيدات، قديش هو بيعطي رقي وبيعطي اضافات على اللبس والاناقه. اهلا وسهلا فيكي حبيبي. هلا الفكره هو الاكسسوار بيعطي اناقه كثير، حتى لو لابسه شيء بسيط بيعطيكي اناقه كثير. وحبيت انا اشتغل على هلا الدارج اللولو مع الذهبي، كثير دارج، بصمم الموديل وبطبقه بعطيه للزبونه. بشكل عام انا بشتغل على التطبيق اكثر ما هو على الجاهز. يعني مثل عندك هون هذه القطعه، هي فيروز مصري، حجر فيروز مصري، ثلاث ادوار، ما بعرف اذا ظابط معك. هذا خليه لفوق، هذا لفوق. اي لانه هو ثلاث ادوار متكاملين، طالع دور. ايه دور بدور، ثلاث ادوار كاملين مع زهره الحياه. اوكي، هي هي زهره الحياه، اي النازليه اللي تحت طالعه لفوق. ايه تمام، على السرعه. اي ما في مشكله، والوان ثابته اكيد ما بتروح مع، لا الوان ثابته، انا بعمل تجارب عليهم، الوان ثابته. تمام، خلينا كمان هذا نشوف. كمان ذهبي مع، خليني اشيله من هي، شيلي هي اللي بدك اياها. هي فينا، هي لتحت يا ماما، هي لتحت يا قلبي. ايوه، هي هيك هيك بيجي موديله. يعني انا عم اقول فينا نلبسه هيك؟ لا لا ولا لا، لا حصري هيك، نص ذهبي ونص برونز، يعني نص ذهبي ونص لولو. هو هي اللولو، واللولو ازاز، واللولو ازاز طبعا. اوكي، دائما لما نخلط اللولو عم بيكون مع الذهبي ولا لا؟ اللي حطيته مع الفضي كان كثير حلو طلع معه، بس حبيت انا اعمل شيء ثاني هلا. كمان عم نشوف كمان هذا دورين، كمان لولو مع ذهبي، لونين. تمام، خلينا هيك نتعرف ونشتغل شيء على الهواء. انا رح ازيح هدول لحتى يبين على هلا. في عندك هيك موديل هذا مثلا، على مبدا موديلات يلا انا رح فرجيهم للناس وقت بلشي بالشغل. يعني قديش تقريبا بياخذ معك وقت؟ اي يعني هلا على هو الموديل اللي بدك تعمليه، هو هذا اللي بيلعب معي دور، انه احيانا بعشر دقائق احيانا بده ساعه القطعه لحتى تطلع. بس انا اسفه اللي بالكيس في نظاره. ايه بس بدنا نظاره. انا اسفه بالكيس. هلا في عندي حبيبي هذا الموديل، على مبدا موديل الغجري. يلا عندك هاد وهاد، حبيت اعمل موديل ثاني انا هلا. يمكن للصيف بهذا الكيس. ايه حبيبي، اوكي. يمكن موديلات الغجريه هي يعني ما بتبطل، بنشوفها بالشتويه مع الكورولي وبالصيفيه. يعني انا عملت هيدا موديل للصيف مثلا اذا قبه مفتوحه وبدنا نعمله طويل، بنعمله طويل كمان على هو الموديل. تمام، حتى دارج كثير انا رح اجيبها. حتى دارج كثير مدام العده، عدة ادوار. يعني اذا اخذتي هذا الاسود فينا نحط شيء كمان اسود. طبعا اكيد، انا اسفه عزيزتي. ولا يهمك، ميرسي لك حبيبي. شو القطعه اللي رح نطبقها هلا؟ هلا على مبدا الموديل هذا الغجري، بس ستايل ثاني. طبعا هي القطع انا ما بصنعها، بجيبها جاهزه، بس انا بطبق عليها تطبيق. هلا هذا الموديل بدنا نختار له هلا شيء نعمله. هلا فينا نعمله بالخرز. يمكن موضة القطع الكبيرة بنشوفها بتختفي فترة وبترجع. بترجع، اي بترجع يعني. تمام، هي الفكرة. طيب خلينا نشوف لك عن لبين ما بلشتي. يلا لمي، بدك تبلشي من هلا. في عندي مثلا فينا نعمل ب هي هذا. انا بحب الفيروزي. بتحبي الفيروز؟ اللي عمل لك اياها فيروزي. اوكي. يعني خلينا كمان نشوف هدول الاساور. هلا هدول الاساور الوان ثابته، صناعه يدويه اكيد، هاند ميد كله. اي ومثل الموضه الدارجه، لونين، الذهبي والفضي والابيض.
تمام. اذا كانوا بدهم يلبسون كانهم يعني هيك تمام، مع انه هلا الذهب ما فينا نجيب الذهب الايامات. كمان عم نشوف تدخيل الفيروزي، هذا على فكره فيروز طبيعي هي القطعه. يعني كمان المواد ما كتير فينا هلا نلاقي منها، صح؟ نلاقي منها طبعا، اكيد طبعا. هلا بصراحه هي في عندي شويه قطع قديمه وعم بشتغل عليهم. هي عم رجع كل شيء لمحله. ميرسي لك. خلينا نحكي كمان وعم انت عم تشتغلي، كيف تنسيق القطع بيكون مع اللبس؟ يعني مثلا لما نكون الالوان عم نحكي مثلا لولو ومدخلين مثلا لون الذهبي معها، او مثلا لما تكون القطع على قد الرقبه. خلينا نعطي شويه هيك نصائح للسيدات كيف بينسقوا اطلالتهم مع الاكسسوارات. هلا بهالنسبه هاي انك انت عم على هو اللبس اللي كنت لابستيه بدك تاخذي اكسسوار يناسب له. يعني ممكن قبة عالية، مثل القبة العالية اللي قبة عالية مثلا حلو عليها القطعة الكبيرة. المبدا هذا اللي عم بيشتغله. قبة فتح حلو عليها الموديلات اللي فرجيتكم عليها هلا من شوي. الستايل لشوي ناعمة. تمام. كمان قطع كبيرة ولكن بعيدا عن الفضة، عم نشوف شيء خشب. هي خشب، هي ثمرة افريقية. حبيت نضيف عليها هي القطعة. ومن فوق فيها خرز. اي طب مش خرز كمان، هذا من انواع الخشب. اي هذا خرز، هذا الخرز. عم اقول ماشي حالي بعرف شو. لا فيك البركه. يلي هي كمان هي القطعه حلوه تنلبس مع قبه كورليه وهيك منيحه. حلوه حلوه كمان من القطع الكبيره. عم نشوف هي القطعه، بنلاقي شوي بعض البنات بيحبوا النواعم، قليل ما يتجرأوا يلبسوا هاي القطعة الكبيرة. ايه في ناس بتحب الناعم، في ناس بتحب القطعة الكبيرة. هلا أنا بالنسبة لشغلي أنا بحب خيرك، إنه شو بتحبي؟ بتحبي ناعم ولا بتحبي دور دورين؟ بتحبي جاهز؟ يعني بفرض كذا دور أو دورين. حتى عم نشوفهم موديلات بالذهب، يعني بموديلات تمام بالذهب. تمام هلا أنا باخذ هيك أحيان أفكار من اليوتيوب مثلا وبطبقها. قديش صار لك بالمهنة؟ صار لي 4 سنوات تقريبا. جديد. وكيف عم تسوقي؟ عم تشاركي ببازارات؟ بشارك بمهرجان صنعة في سوريا بشكل دائم. حلو. بازارات لا والله قليل جدا، صار لي شي سنتين موقفة لأنه في التزام مع غرفة الصناعة. أوكي. إنه شارك معهم لأنه مستمرين بشكل دائم. والسوشيال ميديا كمان؟ السوشيال ميديا طبعا أكيد، يعني هي مفروغ منها. عندي صفحة على الفيسبوك طبعا. يعني مثل ما عرفنا انه بوقت مانو كثير، مو من قديم كثير مبلشة بعالم الاكسسوارات. كيف بلشت الفكرة معك انه؟ والله هي هواية. رحت حضرت معرض اعادة تدوير، قامت عجبتني الفكرة بلشت فيها. هلا فينا نضيف له هي مثل هي مثلا، فينا نضيف له خرز، فينا نخليها هيك ساده. كمان هون معنا قطعه ما بعرف شو هي اللي معك. هي هي الريزين، ماده الريزين. هي هي تمام. حبيت يعني مثل هي على مبدا هدول. حبيت عباره اكتب فيها انه حتى العباره فينا نعملها بهي القطعه. شو حلوين هدول القطع، حتى صور شخصية كمان. أنا بعمل صور شخصية. شو حلوين هدول القطع كتير. هي القصة، هي القطعة اجت مدام لعندي كنت حاطة علم الشركس، قام عجبها اللون، عجبها لون القطعة. قلت لها إذا بيناسبك بتناسبك هي القطعة تاخديها، قالت لي بس عجبني اللون. قلت لها خلص لا تاخديها بما أنه ما بيناسبك العلم، بعمل لك قطعة. عملت هي القطعة على طبيعة خضراء على نفس الوان العلم. حتى موديلاتهم قديش هيك بتذكرنا ب يعني ايام زمان يعني. إيه تمام، كان قديما كانوا يعملوا نفس التكنيك. طيب شو بنصيحتك اليوم لكل صبيه؟ بنعرف هيك بظل الاوضاع الاقتصاديه دائما الصبايا عم يحاولوا يلاقوا مشروعهم الخاص، وكثير قسم منهم عم يتجه لعالم صناعه الاكسسوار. فخلينا نحكي هيك، شو بتقدمي لهم نصيحه بهذا المجال لحتى يقدروا يتميزوا؟ تمام. هلا الفكره كتار في وحده حتى صبيه من القامشلي،
حكت معي انه حابه هي طالبه جامعه وحابه هي تشتغل مشروع لإلها. فعلا علمتها على التليفون، علمتها وصرت ابعث لها بضاعه من هون وصارت هي تطبق وتبيع رفقاتها. حلو كثير، كانت الفكره حلوه يعني. هلا لضيق الوقت بس هيك خلينا نفرجي نحن يعني بدقائق قليله قدرت المدام انه هي تشتغل اكسسواراتها، وحتى فينا اللي عندنا بالبيت نرجع نعيد تدوير. اعاده تدوير هي مهم يكون في ذوق بالقطعات، بيطلع الواحد كثير قطع من هي الموديل. يعني هيك بتكون يعني رح تخلص بما انه الوقت رح يخلص، حط لها قطعه وخلص. في كل واحد ذوق يزيد عليها. ما هي هلا انا في عندي مثلا الخرز مثل ما عاملين هدول. اوكي فيكي تعملي الطبقيه للقطعه. هلا هي حطيناها على قفاها. هون السنسله شو ممكن نحط؟ هلا كثير في سناسل طبعا، وفي عندي افتح لك هي. اوكي ممكن يكون في فضه او ممكن في نروح في فضه وفي هلا تاني. جلد اسود كثير الصبايا والشباب حتى عم بيحبوا قصه الفضه الجلد. يلي الجلد بيقدر الواحد يكب يطول بيقصر مثل ما هو بده. نعم. وفي صبايا بتتحسس من الاكسسوارز نعمل لها هي القصه. أوكي. هلا مثل هي كمان رجعت حطيتها على قفاها هيك. اي مو مشكله، بدي احط لها بعد قطعه من تحت. عفوا شوي لانه ما بقى في وقت ابدا يا مدام. اوكي بس شوي بس بعد اذنك. هلا هي فينا ندخلها من هون. وهيك بنكون عملناها هيك طبعا بنربطها. او في الى هون ممكن هلا فينا نضيف لها نحن بس لضيق الوقت ما راح اقدر ضيف لها. هلا هيك على هالمبدا هذا هيدا بيتطول وبيتاثر على الرقبه على قدر ما بدك انت تلبسي. طبعا هو مو خالص بعد، لازم نحط له قطعه من هون. أكيد. او أكيد. خرز هي نعم. القطعه أكيد. وهي نفسها فينا مثلا نحط لها اكثر من شغله، فينا نحط لها هيك ستايل جديد على دايره كمان عم تطلع على حلوه هون هون. ايه هون على الجهتين طبعا. على الجهتين بيطلع ستايل حلو ولذيذ. وشكرا كثير لك. يعني حلو الواحد انه يكون عنده موهبه وينميها وما يوقف بوشه ولا ظرف. يعني الواحد هيك بده يدور على مصدر رزق يكون مصدر رزق. هو بحبه هوايه وبنفس الوقت بتحبيه، ومثل ما بيقولوا من دون عمل ما في امل بالحياه. اكيد اكيد. ميرسي كثير لك. ميرسي لكم حبيبتي، واهلا وسهلا فيك. وانا تشرفت فيكم. اهلا وسهلا فيكم.